الحمد لله سبقنا الهدف الاول، كنا غادي ننتصروا كما شتي، ففريق الرجاء في اي وقت يقدر يباغتك، فالحمد لله حتى نقطه بالنسبه لنا مزيانه الحمد لله. فالحكم كما شتي فالمساعده ديال الفار صراحه حتى هو كيعطيك واحد التحسن بالنسبه للمباراه، فبالنسبه لي انا الحكم كان ممتاز في هذه المقابله يعني. فطبيعه الحال كما شتي كما كتشوف الجمهور بكره بدون جمهور يعني كملح بلا طعم، فالحمد لله كنا نتمنوا من الله عز وجل ان يبعد منا هذا الوباء هذا ان شاء الله، وترجع الجماهير كما العاده للميادين، وان شاء الله تكون الفرجه عاوتاني في المستوى.